تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين، افتتح مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي الثالث للتقاعد بمشاركة أكثر من 500 مشارك من الدول العربية ومؤسسات مالية واقتصادية دولية. إصلاحات عديدة واكبتها النظم التقاعدية في مناطق مختلفة من العالم، حتى أصبحت تجاربها تتدارسها المؤتمرات في طرحها. مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السنوي الثالث للتقاعد يتمحور حول ماهية المتطلبات الأساسية لبناء صناعة تقاعدية بنظام الاشتراكات المحددة تكون موازية ومكملة لمزايا التقاعد الحكومي. موضوع التقاعد حقيقة موضوع عالمي الآن في كل مكان في العالم، موضوع يعني توفير الأمان بالنسبة للمتقاعدين من ناحية اسمه شيء مو سهل، لأن يعني الأعمار تطول وعدد العاملين يكون بالنسبة لعدد المتقاعدين أقل، فهذا يعطي يعني ظرفية بلا دراسة بالنسبة لدول العالم كلها على أساس كيف تتعامل في موضوع التقاعد بحيث أن يوفرون للمتقاعدين أمان. خلق منتج التقاعد الخاص بأسلوب جاذب وسهل يمتاز بالشفافية هدف تبعته عدة محاور وتساؤلات كان لابد من النظر فيها وإيجاد الإجابة الوافية حول كيف ساهمت التقنيات المالية في نمو انتشار منتجات التقاعد الخاص، وما هي الخيارات الاستثمارية التي يجب أن تتاح لزبائن التقاعد الخاص. قطاع التقاعد هو مبني على نظامين حاليا في العالم أو ثلاثة، فالنظام التقليدي الموجود في كل الدول وهو القطاع الحكومي مبني على المزايا، نظام المزايا المحددة يعرفوه defined benefits، ومنطقتنا إلى الآن لم يدشن نظام المساهمات المحددة اللي هو defined contributions، وهذا المؤتمر اليوم بمشاركة كل الفاعلين في قطاع التقاعد والقطاع المالي والخدمات المالية، ونجيب كلنا على سؤال واحد. هذا المؤتمر مصمم للسؤال واحد: ما الذي يتطلبه تأسيس صناعة تقاعدية مبنية على المساهمات المحددة؟ إن المؤتمر يربط موضوع التقاعد ضمن أبعاده المختلفة باستراتيجيات إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بمزايا الموظفين وإدارة الأداء وتحفيز الإنتاجية والتطبيقات التقنية المرتبطة بها، والتي تعد بحد ذاتها صناعة كبيرة ومتفرعة في الدول المتقدمة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.